المدينة القديمة في نابلس في الضفة الغربية. شيرين نزال عاملة اجتماعية وهي تزور الأسر في القرى الواقعة جنوب نابلس حيث توجد الكثير من المستوطنات الإسرائيلية. وفي كل زيارة لها تنتاب شيرين حالة من التوتر والقلق. إنهم متعبون لأنهم لا ينامون في الليل، يتناوبون فيما بينهم، حيث ينام الأب حين تستيقظ الأم، وبالعكس. كل هذا لأنهم قلقون من أن يشعل المستوطنون النار في بيتهم أو يقتحمونه. هذه هي الحياة في فلسطين. الجميع يتذكرون الطفل الذي قتل وهو في عمر 18 شهراً حين أضرم المستوطنون الإسرائيليون النار في بيته. كان ذلك في يوليو، لكن ما جرى أثر كثيراً في المرضى الذين تقابلهم وسام عصايه. يشاهد الناس التلفاز ويتابعون الأخبار وما يحدث هنا، خاصة على نقاط التفتيش قرب المستوطنات، كما يتابعون أخبار الاشتباكات مع الجنود والمستوطنين. هنالك الكثير من الإصابات والقتلى والشهداء والمعتقلين، والأعداد كبيرة مقارنة بالأشهر الأخرى. يتابع الناس اليوم كافة الأخبار وتزداد حالات القلق واضطرابات النوم، كما أن الأطفال يتابعون الأخبار مع عائلاتهم، وهذا يؤثر على تركيزهم ودراستهم. ازداد العنف خلال الأشهر الماضية مجدداً، وكذلك أصبح القمع بلا رحمة. الناس لا ينامون بشكل جيد، ليس فقط بسبب الكوابيس التي تراودهم، إنما أيضاً بسبب اقتحام الجنود الإسرائيليين بيوتهم نهاراً وليلاً للتحقيق معهم أو اعتقالهم. وهذا يشمل المراهقين، كهذا الطفل الذي اعتقلوه لأنه رمى الحجارة. يعاني الشباب من الإهانات اليومية، كما أن مستقبلهم من الناحية الاقتصادية أقصر مقارنة بغيرهم من الشباب. يشاهدون آباءهم وأمهاتهم يتعرضون للإهانة، كما أنهم مستهدفون دون أي سبب سوى مظهرهم، فهم يشعرون بإحباط يزداد يوما بعد يوم نتيجة ما يمرون به. ويمكن أن يؤدي الإحباط مع الاندفاع أو الميل إلى الرد على الاعتداء، إلى مقتلهم. تتضمن المهمة اليومية لفريق أطباء بلا حدود تقديم الدعم لأولئك الذين يعانون من صدمة ناجمة عن نزاع ليس بمقدورهم أن يفعلوا أي شيء إزاءه. يأتي كل يوم متطوعون من فرنسا والبلدان المجاورة لمساعدة اللاجئين في شمال فرنسا والقيام بما ينبغي على الدولة أن تقوم به. أحضر الطعام الذي تقدمه لنا المحلات. جاء هؤلاء الناس من السودان وأريتريا وأثيوبيا، لا داعي للقلق منهم، فكل ما يقدمونه لنا هو ابتساماتهم وصداقتهم. أساهم في عمليات البناء هنا منذ 6 أسابيع، حيث نعمل مع منظمة أطباء بلا حدود. أهم في الأمر هو أننا في إنجلترا ندرك ضعف الموارد التي تقدمها الحكومة لمساعدة اللاجئين حول العالم، ولهذا فإن الناس العاديين في إنجلترا قد قرروا أن يتحملوا المسؤولية، وأن من واجبهم مساعدة الناس. هذا اللاجئ الباكستاني ممرض، وهو يعيش في منطقة الأدغال في كاليه منذ 6 أسابيع، كما أنه يساعد في علاج المصابين. تقع المشاكل دائما في الليل، وتستخدم الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد اللاجئين الذين يحاولون عبور الحدود، وينبغي أن يكون هناك من يعتني بالمصابين. تقدم منظمة أطباء بلا حدود أيضاً الرعاية الطبية في كالي، كما تشيد مساكن مصنوعة من الخشب
كانت الحكومة قد وعدت بتأمين 1500 مسكن، لكنها ستتأخر كثيرا لأن العمل عليها قد بدأ للتو. حدث تضخم سكاني في داشت بارجي كما هو الحال في جميع أنحاء كابول، ويقيم اليوم أكثر من مليون نسمة في هذا الحي. تكلف الولادة العادية في العيادات الخاصة 90 دولارا، في حين تكلف العملية القيصرية 700 دولار، ومعظم العائلات لا تملك هكذا مبالغ. هل استلقت مدة 12 ساعة؟ أجل، هذا جيد. أنشأت المنظمة وحدة مجهزة تماما للطوارئ التوليدية بهدف خفض معدلات الوفيات بين الأمهات والأطفال. أخبريهم لو سمحت بأن حجم المولود كبير ولا يمكنه الخروج، لقد فعلنا كل شيء وعلينا أن نجري عملية قيصرية. هذا المرفق الذي يحتوي على 45 سريرا يضم غرفة عناية مركزة للأمهات وحديثي الولادة، وجناحا للمرضى الداخليين، وغرفة للعمليات، ويجري الإشراف على 800 ولادة في مركز داشت بارجي للأمومة كل شهر. أعتقد أن هنالك ميلاً للنظر إلى اللاجئين على أنهم متشابهون وكأنهم نمط واحد من الناس. قابلت أشخاصاً من جميع أنحاء العالم، والظروف التي مروا بها متعددة كتعدد الأسباب التي دفعتهم للهروب. معظم من قابلناهم من سوريا والعراق، وقد كانت قصصهم متشابهة جداً، خاصة إن كانوا قادمين من المنطقة ذاتها في سوريا أو العراق. لكن الأشخاص بحد ذاتهم كانوا مختلفين عن بعضهم تماماً. بعضهم يعشق آخر صيحات الموضة، لكن بعضهم الآخر فقدوا كل ما يملكونه في مياه البحر في اليونان. كما أن بعض الأشخاص أخبرونا كيف أن صعود الجبال في بعض أجزاء اليونان ومقدونيا كان أشبه بفيلم صوت الموسيقى. والأمر الذي صدمني كان أن الجميع صاروا في الطريق ذاته، لكن قصصهم كانت مختلفة جداً، وكذلك اختلفت الطريقة التي ينظر كل منهم إلى التجربة التي مروا بها. لكن القاسم المشترك بينهم هو فكرة أن نهاية الرحلة ستكون جيدة، سواء انتهى بهم المطاف في ألمانيا أم ذهبوا للقاء عائلاتهم في بلجيكا أو في بلد آخر. فالفكرة هي أننا ذاهبون إلى هناك، وهذا ما يربطهم جميعاً رغم التنوع والاختلاف بينهم كأفراد، لكن الأمل يبقى موجوداً بقوة بين الجميع.